طبعا كأي أم شهيد في هذا اليوم بالتأكيد يكون يوم صعب، ولكن الأصعب بالنسبة لي أنني لا أستطيع حتى أن أزور قبره. من المفترض أن يزور الإبن أمه في هذا اليوم، ولكن حتى أنا لا أستطيع أن أزور قبره. طبعا كوالدة شهيد محتجز شعور صعب، ولكن يعني في النهاية الحمد لله أن أبنائنا يعني كانوا اختاروا الطريقة الصحيحة، وما لنا إلا الصبر وأن نحتسبهم شهداء عند الله إن شاء الله. إن شاء الله إحنا من الصابرين. الأيام تركض، يعني أحمد وصهيب عاشوا فترة طويلة أبوهم في السجن، يعني ما شافوهوش. أحمد عمره سنتين وأبوه ما اعتقل، يعني قعد فترة طويلة ما أجا، يعني قعد معهم سنتين ثلاثة، وبرضو إنه طارد وتصاوب واستشهد. ومحمد أجا ما شافش أبوه يعني، ومشينا هالفترة وعشنا وإشي، وأحمد الله يرضى عليه رد لحق أبوه والحمد لله، الله يرضى عليهم. بحب السباحة، بحب الرياضة، بحب بجمع أولاد العائلة كلهم، هو دايما القائد عليهم. وإذا بلعبش أحمد ما حدا بلعب أولاد عمامه، يعني كان كل إشي إله مميز، يعني إله صور، يعني انقصفوا كلهم طبعا، كله بوريد خرز وبسلط وبعمل وبطخ دايما. يعني إذا السباحة متميز، إذا بحب الرياضة السباحة. قبل رمضان بيوم اعتقلوا، قعد 50 يوم تحقيق. قلت ليش أخذوه؟ قال لي فيش علي إشي، وما قال ليش إشي يعني. هو بقول له أنا عارفة، قال لي لو علي إشي ما طلعونيش، فيش علي إشي. وخلص اطمأنيت إنه أحمد فيش علي إشي، وأنا بعرف شو. وإن شاء الله، وإن شاء الله كل سنة والناس كلها سالمة يا ربي.